انتخابات فيها مشكله. اه ليه فيها مشكله؟ ليه يا فندم فيها مشكله؟ آه. بسبب يا ريت حضراتكم تطلعوا لنا الايميلات والبند بتاع التجنيد وما تم تغييره في اللائحه، ده مهم جدا لانه عايزين بس نبقى واحنا بنتكلم بنوضح للناس. وانا هستاذن استاذ عمرو ساعتها لما يطلع الايميل على الشاشه هقول يعني. اتفضل يا فندم. ليه الانتخابات فيها مشكله؟ ليه الانتخابات فيها مشكله دلوقتي حالا؟ آه. لان القانون المصري الفصل الرابع ماده 16 بتقول الاتي. اه لا ده عايز بطل العالم عشان يعرف يقرا، لكنه معلش انا متاسف. رقم 6 اهو بند التجنيد ده التعديل، ان يكون قد ادى خدمته العسكريه او اعفي منها بشكل دائم بس فاصله وفقا لاحكام القانون. ده التعديل يا استاذ عمرو ولا ده اللي انتوا كنتوا كاتبينه؟ تاني بند 6، ان يكون قد ادى خدمته العسكريه فاصله او اعفي منها بشكل دائم فاصله وفقا لاحكام القانون. اعتقد ده التعديل. ما كانش فيه فصولات. ما كانش فيه فصولات. نعم هجيب لك القديمه دلوقتي. نعم. ليه ما فيش انتخابات؟ اه ليه ما فيش انتخابات؟ عشان في القانون اللي بيحكمنا هو. نعم. اللي هو قانون الرياضه. ايوه. لسنه 2017 طبقا للدستور المصري. طبقا للدستور المصري. نعم. في الفصل الرابع. اه الفصل الرابع ماده اعتقد 16. اه بتقول الاتي: حدد القانون الجديد ده اختصاصات الجمعيه العموميه العاديه واختصاصات الجمعيه العموميه الغير عاديه. تمام. الانتخابات هو بند من بنود الجمعيه العموميه العاديه مش الغير عاديه خالص. تمام يا فندم. نعم. ومتحدده نصا في القانون. تمام. اذا حضرتك بتسري عليك في الانتخابات الجمعيات العموميه العاديه بس. نعم. تقام الجمعيه العموميه العاديه بحد اقصى بعد 4 شهور من انتهاء السنه الماليه اللي هي 30/6. نعم. يعني 7 8 9 10. الله ينور عليك. اخرنا 30/10. الله ينور عليك. ما اقدرش اعمل انتخابات 1/11. الله ينور عليك. ده بحكم القانون ده. نعم. معلش حضرتك اتفضل. انا نزلت الانتخابات خسرت، تاني يوم حطها راحت. ده لو اتسمح لي اساسا من الجهات هنا ان انا اعمل جمعيه عموميه. نعم. يعني هعمل جمعيه عموميه ازاي مخالفه للقانون؟ صحيح. وفي طبعا القرار بتاع دولة رئيس الوزراء اللي طلع بتاع وقف حظر التجمعات وإيقاف الجمعيات العمومية والغير عادية للنوادي والاتحادات الرياضية لمدة 6 شهور، وبناء عليه تم إلغاء انتخابات اتحاد الطائرة. اتحاد الطائرة ونادي الجزيرة كان عامل جمعية عمومية. كله اتلغى. تمام يا فندم. نعم. فإذا النهاردة بس خلينا برضو نقول القانون ال- 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 القرار ممكن يتعدل بقرار. لكن القانون لا يمكن. القانون. نعم. ما يتعدلش غير بقانون. صحيح. تمام. ارجع بقى تاني واقول القانون اللي بيحكم، عشان بس في ناس بتقول فزاعة تجميد النشاط ومش تجميد النشاط. مظبوط. النهارده طيب انا ما عملتش انتخابات ان النشاط هيتجمد. حضرتك برضو دي الفيفا دي مش يعني مش حمامة العطار. الفيفا دي مؤسسة كبيرة جدا، لما هيجي النهارده يجمد نشاط هيجمد نشاط بناء على ايه؟ على فكره دي الايميلات اللي الاستاذ عمرو الجناني قال ان تم ارسالها للفيفا، وبالتالي بنعرضها للاستعجال الواحد تلو الاخر للاستعجال عشان وسرد المواقف عشان اللائحه وسرد المواقف. انا في اليوم الفلاني قلت لك كذا. نعم. اليوم الفلاني قلت لك كذا علشان ايه؟ انا خلينا هنا مثلا اشوف التاريخ بس بعد اذن حضراتكم، او اللي قبليه كان اوضح بالنسبه لي شويه. نشوف بس التواريخ اللي تم ارسالها. هنا 22 لا دي بتتكلم على اللائحه. يا ريت توضحوا لنا بس امرها ما تكون 2000 ده يبقى قديم 2017. لا. ده ايام هنا بوريده. ده ده ملوش علاقه ب ده في الشرح ده اللي حضرتك بتشرح له. بتبعت له يا فندم. ببعت له بتشرح له. ايوه. وبعت له كمان جوابات اللجنه الاولمبيه اللي بتقول اللي بتشرح فيها. شرحت له كل الـ الموقف او السيتويشن زي ما بيقولوا يعني. ارجع. تمام. بقى للقانون المصري. اتفضل يا فندم. القانون المصري يا فندم لما اتعمل في 2017 الدرافت بتاعه استلمه اللجنه الاولمبيه من الدوليه من ايام الوزير خالد عبد العزيز وحاجات اللجنه الاولمبيه كله يا فندم، وبعت له المرافقات كلها من اولها لاخرها كله يا فندم. اتفضل يا استاذ. واللائحه اللي هي بتاعه 2017 اتعملت ازاي؟ بعت له كل الجوابات. تمام. ده تمام. وبيقول لي وانا حسيت بقى ان انا اللي ضارب اللائحه بتاعه 2017 دي. فلازم. أيوة. لا يا عم خد. القانون عايز اقول قانون الرياضه اتعرض يا كابتن شوبير على اللجنه الاولمبيه الدوليه، واتعرض الدرافت بتاعه واتعرض على الفيفا واختب.
شكر السيد الرئيس سياده الرئيس ان ده بيتناسق مع الميثاق الاولمبي. نعم. والفيفا نفس الكلام. مظبوط مظبوط. فالنهارده مين هيعترض على القانون المصري؟ طيب كنت بتتكلم في نقطه التجميد، ان كان هناك تلويح بتجميد نشاط الكره المصريه في حاله عدم اجراء انتخابات. كلام بنسمعه. كلام بتسمعه. طب ليه مش حقيقي؟ يعني ليه ما خدتوش بمحمل الجد؟ ما فندم اللي هياخد قرار التجميد هياخد قرار التجميد على ايه؟ ان انا نفذت القانون المصري؟ هو انا هتعاقب؟ هيعاقبني عشان انا نفذت قانون بلدي؟ هل انت رفعت الامر حضرتك للمسؤولين وقالوا لا يمكن اجراء انتخابات؟ طبعا يا فندم، طبعا 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 طبعا. والدكتور اشرف وعلى فكره وهو